مشاهدون هذه الجماهير الصفراء هنا والزرقاء في الجانب الآخر. الهلال والنصر من أهم الدربيات في العالم العربي، ربما في العالم. أجواء بالتأكيد كبيرة جدا، هذه مباريات بزعم يبقى بالذاكرة وإلى الأبد. تسبقون هذا الدربي ذيق الخوف. لا تتنبأ من يفوز بالفريق لأن لا تحكم الظروف. دربي القلق، دربي التوتر. أسبوع رعب لجمهور الفريقين. سواء مباراة سوبر أو دوري أو كاس، هي مباراة لاعبية. مباراة دائما قمة في الإثارة، يعني ما بين الهلال والنصر سنة ضوئية. هو ديربي عربي وآسيوي. إذا أنت فزت على الهلال هذه بطولتك. يتكون يا ما تكون. ليست كل المباريات فيها الكرة وحدها، أروعها تلك التي تأتي بعبق التاريخ، أجملها تلك التي تتدثر برداء الذكريات التي كلما عادت استعدنا معها الأيام والسنوات. بعض المباريات آخر ما فيها الكرة لأنها جزء من عمر، تماما كمواجهة الهلال والنصر. هذين الناديين مثلاً تاريخ كبير جداً لدى الناس، يمثلان ذاكرة هائلة جداً للناس، لا نستطيع أن نحصرها فقط في ممارسة كرة القدم مع أنها هي الأساس وهي المهمة وهي التي جذبت الناس، لكن التأثير الكبير لهذين الناديين على مستويات كثيرة جداً، حتى على مستوى القوى الناعمة للسعودية كان تأثير هائل جداً. سبعون عاماً تقريباً عمر الناديين، تأسسا قريباً من بعضهما. النصر في العام 1955 والهلال بعدها بعامين في العام 1957، لكن ما حقق في جميع البطولات هو ما تقاس به الأيام والسنوات. النصر والهلال مسيرة من إبداع ومجد وخيال. الحقيقة شوف، النصر والهلال أو الهلال والنصر عندما تذكر هذين الفريقين الاهتمام سواء على مستوى الإدارات، على مستوى اللاعبين، على مستوى المدربين، حتى على مستوى الجمهور، ليس في المملكة العربية السعودية وإنما في الخليج العربي وحتى على مستوى الدول العربية والآن على المستوى العالمي، بحكم تواجد نجوم كبيرة وعالمية على رأسها الأسطورة كريستيانو. عشان كذا أكيد فيه اهتمام لمثل هذه المباريات، خصوصا لما تكون مباريات خروج مغلوب مثل بطولة كأس السوبر. يعني قد يكون الدوري أقل لأن التعويض قائم، لكن مثل بطولات الخروج المغلوب الكأس السوبر هذه طبعا مهمة، ومهمة بشكل كبير للفريقين. جولة في الشارع السعودي تخبرك حقا بما تعنيه هذه المواجهة. عناوين الصحف، تلك المانشيتات العريضة التي تتأهب دوما في انتظار النتيجة وسمر الكبار وفرحة الصغار، هذا ما تفعله الكرة، عالم من البهجة والفرحة والجمال. وفي السعودية يصنع ذلك أولا الهلال والنصر. الاختلاف في التواصل أو وسائل الوصول للجماهير. في السابق كان أنت مربوط بوسائل الإعلام الرسمية سواء صحف أو تلفزيون، وكانت ندرة فيها التعاطي الإعلامي خصوصا على المستوى التلفزيوني، فكان أغلب التعاطي يكون تعاطي مجالس لا لا لا, لا لم يوثق. الآن مع مواقع التواصل الاجتماعي أصبح الكل يستطيع أن يشارك ويدلي بدلوه. وأنا أعرف أن الأول كان الصحافة، لكن الآن مع السوشيال ميديا وجهازك معك هذا أعتقد فيها تغيرات كبيرة على اللاعب، فممكن يكون استطلاع أكثر، لكن هناك كان فيه الجرائد وممكن اللقاءات ما تطلع إلا في التلفزيون مرة
هذه الأشياء تختلف كلياً عن الحين. أنا أتوقع اللاعب الحين يدخل تحت ضغط كبير. ما نهتم في الضغوطات ولا تعرف أول شيء ما كان إلا فيه كصحف بس، يعني مو زي الآن، يعني في يمكن الآن في ضغوطات، لكن في فترتنا وقتنا لا بالعكس نلعب مرتاحين ولا عندنا ضغوط ولا شيء، فمرتاحين الحمد لله وقتها، يعني ما في ذاك الضجة. يعني حتى الإعلام مثلا البرامج الرياضية اللي تجي في التلفزيون أسبوعية من أسبوع إلى أسبوع، ومتى في الويكند، يعني كنت خلاص انتهت المباراة ولعبتها وخلصت، فما هناك ضغوط كان وقتنا. أنا يهمني بحكم أني أنا أميل للنصر، يهمني أن يخرج بشكل أفضل، يهمني أن الفريق في مباريات الديربي يكون ند قوي. وعلى فكرة ليس والله أني أنا أكون مثلا في قمة سعادتي عندما يكون النصر فائز أو منتصر، لا، أصلا من صالح كرة القدم السعودية أن الديربي يكون هناك في تناوب في الانتصارات، أن يكون هناك تكافؤ. تمثل يعني أسبوع رعب لكل الجمهور الفريقين، يعني اهتمامات كثيرة ومتابعة وحتى إشاعات، لأنه في ذاك الوقت ما كان فيه مصادر إخبارية زي الفترة الحالية، وبالتالي قد تسمع إشاعات أنه فلان أصيب، حيغيب فلان، حيكون مش موجود كذا. دائما الإعلام كان يسلط الوسائل، خلينا نقول المجلات أو الجرائد، أو كان في فقرات الرياضية اللي كانت تعرض كل خميس أو كل جمعة، كانت الساعة واحدة تقريبا، فكان الإعلام كله يكون مسلط. ولكن في الأول والأخير ترجع أنت ديربي وثلاث نقاط، سواء كسبت أو خسرت. مدهش ما يفعله ديربي الرياض، حين يأتي لا يأتي منفردا، هناك دائما المزيد، تماما كما يأتي العيد، كرنفال للمتعة والنجوم والأرقام، يتذكر الجمهور كل المناسبات التي مرت، حتى تلك التي لم يعاصرها عشاق الفريقين من الشباب، يحفظونها يستعيدونها كلما جاءت المواجهة من جديد. والله مباريات واجد، لكن طبعا لا شك كأس الملك وهدف ماجد عبد الله ذاك الرائع بالنسبة لنا، يعني الكثير كنصراويين. كأس الملك الآخر أو اللي في جدة اللي فزنا فيه بثلاثة، اللي ماجد جاب اثنين ومحيسن الكوبرا جاب واحد، وطبعا أكبرهم وأهمهم كذلك المباراة اللي كانت يمكن سبب مباشر بعد الله طبعا لا شك في تحقيق دوري 2019 اللي هي الدوري الاستثنائي، لما المدافع جاب هدفين وعبد الرزاق جاب هدف. هذه مباريات بزعم يعني تبقى بالذاكرة وإلى الأبد. إن في مباريات كثيرة بالذاكرة لا شك، لكن أنا أعتقد هذول بيكونون أهمهم للنصراويين عموما. يعني أنا أتذكر أول مرة مباراة اللي أتذكرها وأنا صغير، مباراتنا مع 3-3 اللي كانت انطلاقة الهلال للدوري في أول دوري في تاريخ المملكة، اللي كان بشير الغول الله يرحمه سجل هدف التعادل، ومحمد سعد جاب 3 أهداف النصر، والهلال جاب الحبشي وجاب سمير سلطان هدفين جميلين، وكانت مباراة جميلة بالمرة، وانطلقنا منها إلى الدوري، تعادلنا في الدور الثاني 1-1 ماجد عبد الله وسمير سلطان، وبعدين فزنا على النصر 2-0 في الكاس، أعتقد جابها الحبشي وناجي بن عبد المطلوب. هذه المباراة كنت حاضرها في الملعب بالمناسبة. ف3-3 مباراة أتذكرها لأنها يعني كانت انطلاقة الهلال. من ملعب الصائغ بالرياض إلى ملعب الملز واستاد الملك فهد الأول بارك، وفي ملعبي الأمير عبد الله الفيصل واستاد الملك عبد الله بجدة، وحتى في ملعب لوفنس رود بلندن، حين تقام على ملعب استاد محمد بن زايد في أبو ظبي في نصف نهائي السوبر السعودي، أينما كانت تبقى المواجهة على حالها، ذات الإثارة ذات الترقب والحماس، دائما ما تحبس الأنفاس. مباراة النصر والهلال القادمة هي مباراة لاعبين. المدرب مع الاحترام كاسترو والبرتغالي كاسترو، مع احترامنا وتقديرنا له، فشل ذريع مع النصر، خصوصا على مستوى التنظيم الدفاعي
وبطولات خروج المغلوب تحتاج إلى تنظيم دفاعي عالي جدا، لأن احنا نشوف بطولات الخروج المغلوب غالبا تحققها الفرق ذات اللي تملك مناطق دفاعية قوية، هذه غير موجودة في النصر الآن. أي فريق يلعب مع النصر يسجل، ولكن المباراة القادمة يمكن الهلال والنصر مباراة سوبر يمكن بتقام في أبو ظبي لأول مرة، أعتقد ثاني مشاركة أو ثاني مشاركة خارج طبعا الرياض، خارج أسف خارج السعودية بصفة عامة، فأعتقد الجميع طبعا مركز على البطولة هذه بالأخص يمكن نهاية رمضان. والهلال دائما احنا شايفينه في السنوات ممكن القريبة هذه دائما متفوق، يعني آخر شيء يمكن مباراتين الأخيرة، يعني سواء في مباراة الدوري 2 أو برضو من الدور الأول كانت 3. منذ أول مباراة بين الفريقين في كأس الملك عام 1964 وحتى اليوم التقى الفريقان في جميع المناسبات 176 مرة، آخرها في موسم الرياض. فاز الهلال في 72 مباراة مقابل 60 انتصارا للنصر، وفرض التعادل نفسه 44 مرة. وطوال هذا المشوار الحافل بالندية والتحدي التقى الفريقان في مواجهة وحيدة جمعتهما بدوري أبطال آسيا في نصف نهائي نسخة 2021، كانت على ملعب مرسول بارك، كانت حقا مباراة القرن الآسيوية. نجح الهلال في حسمها بالفوز بهدفين مقابل هدف، وتأهل إلى النهائي لينال اللقب في مواجهة بوهانغ ستيلرز بطل كوريا الجنوبية. ربما كانت من أهم المباريات، لأنه كان لو فاز النصر كان سينسف تاريخ الهلال نسف من خلال هذه المباراة، بالرغم من أن الهلال عنده 6 بطولات، ولكن نعرف أنه في النصر يعني تضخيم الأشياء وتضخيم الانتصارات، وكانوا يقولون هذه هي مباراة القرن، مباراة الفريق الفائز فيها هو الأفضل، هو الأقوى، ونجح الهلال في تجاوزها. وهذه حقيقة أنا يمكن هي الوحيدة اللي حضرتها منذ أن غادرت النادي، لم أحضر في الملعب بعد ترك الهلال إلا هذه المباراة، وكانت الحقيقة مباراة بالفعل يعني في مستوى الحدث، ونجح الهلال في الفوز فيها، وبالتالي حقق كأس آسيا للمرة الثانية في ظرف 3 سنوات. كثيرة هي الأسماء هنا وهناك، أسماء صنعت أمجاد الماضي وتصنع الحاضرة وتتطلع للمستقبل. منذ عبد الرحمن العويدان صاحب أول هدف في الديربي بمباراة ودية سنة 1958، وأحمد الدنيني مبروك المتعب الذي سجل للهلال في ديربي كأس الملك عام 62. من هذا التوقيت بدأت تفاصيل الدهشة وكرنفال النجوم، متعة لم تتوقف منذ أن بدأت لليوم. كانت ممتعة حتى وقت المباريات، كانت لها متابعة ولها مشاهدة، وكان حتى الجماهيرية يعني نشوف الجماهيرية موجودين. أنا بالنسبة لي طبعا كان متوفر سواء جمهور الهلال أو جمهور النصر، وكانت مباريات دائما ما تظفر الحمد لله لصالح الهلال، ولكن في بعض اللقاءات اللي ممكن يفوز بها النصر. في مباريات نتذكرها مثلا على سبيل المثال 1415 اللي انتصر فيها النصر، كان ينافس الأهلي على الدوري وكان أداء رجولي داخل الملعب، وكانت مباراة الهلال أو حاول لاعب الهلال أن يخرج نادي النصر أو لاعب النصر من جو المباراة. يمكن نذكر مباراة على سبيل المثال هي تعال، والحقيقة كان فريق النصر وقتها كان حاضر واستطاع أن يفوز على الهلال ويحسم بطولة الدوري. وأيضا مباراة برونو أو رأس برونو نذكرها، كان النصر فيها يعني استطاع أن يعود إلى المباراة وأن يحقق انتصار في الوقت القاتل ويحقق بطولة الدوري. في مباريات كثيرة جدا يعني ثلاثية إيش اسمه جحفلي، خماسية الهروب الكبير، ثلاثية الأسماء الشابة في الهلال، واللي هو من أشهر المباريات أنه نهائي كاس ويفوز الهلال بثلاثة أهداف، واللي سجل الأهداف كلهم بقلوب دفاع، ولا كرة واحدة ولا واحدة منها كرة ثابتة، يعني عادة قلوب الدفاع يسجلون من كرات الثابتة، لكن كلها هجمات وكرات متحركة، وكان أمر غريب يعني باقي في الذاكرة، لأنه
مدرب الهلال كان وقتها جديد اسمه كاندينو وبعدين ضرب اسمه في عالميا، استخدم هذه الطريقة انه لم يعطي للهجوم يعني الفرق يعني اسلوب، كان اسلوب اشغال لدفاع النصر في مقابل انه الاظهره تحديدا عبد الرحمن الطخيف وحسين الحبشي كان ادوارهم معطى ادوار هجوميه، وانت تتخيل انه ظهير منفرد النص ملعب المباراه اللي هو عبد الرحمن الطخيف في هدف الثاني وفي النهائي اللي اخذناه في 15 ضد الهلال. اعتقد انا بالنسبه لي النهائي وحصولك على كاس هذا هو شيء جميل، لكن 4-4 تعتبر الرد انك ترجع في وقت قصير في مباراه ديربي وثقيله، هذه يمكن لها نشوه كبيره عند اللاعب انك خسران 4 وترجع في اقل من وقت قصير، هذا يعتبر للاعب حافز اكبر وهو اللي دائم يرسخ حتى في عند الجمهور ان من خساره الى انك ترجع للمباراه وكان عندك القابلية أنك تكسب المباراة. في مباراة 3-0 الهلال والنصر في كأس الملك في جدة اللي سجلها حسين الحبشي والتخيفي وحسين البيشي، أعتقد أنها كانت من المباريات اللي ما لا تنسى، لأنه النصر كان بطل الدوري وكان الفريق المرشح والأوفر حظ والأكثر يعني ثقة في الفوز، لدرجة أنه أحضروا درع الدوري معاهم لرفعه مع الكأس في الملعب. وكانت الحقيقة أوضاع المباراة بالنسبة للهلال غير جيدة، الفريق غادر ليلة المباراة مع السيد كاندينو، التخوف من الجماهير طبعا وليس من اللاعبين، التخوف من الجماهير كان كبير جدا، وكانت الحقيقة مباراة بالفعل تاريخية نجح الهلال في الفوز فيها بشكل يعني جعلها أحد العلامات الفارقة. مباراة 4-4 هذه تعتبر أقوى مباراة حاضرة ذهنيا، لأن الهلال كان متقدم ب4-0. أنت تتكلم عن نادي الهلال ونادي النصر ناديين كبار، نتيجة كبيرة 4-0 شوط ثاني، بعد ذلك يتم تعديل نتيجة إلى 4-4. هذه يمكن من أبرز مباريات اللي يمكن ما تغيب عن ذهن إبراهيم العيسى والجمهور بشكل عام سواء الهلالي أو النصراوي. هذه تقريبا أبرز مباريات عالقة في الذهن. اللي كان ملفت المباراة هذه جمهور النصر. جمهور النصر يعني استغرب المباراة هذه، كانت نتيجة 3-0 والجمهور ما زال موجود، كان نتيجة 4-0 وما زال الجمهور موجود. يعني ما أدري هل هو عنده إحساس أو هو حبه في النادي، هل ما أدري، لكنه جلس لحد الدقيقة لين أنتهت المباراة ما طلع من جمهور. مو زي الآن نشوف الفترة الأخيرة أي جمهور سواء النصر أو غير النصر، تشوف فريق متخاصم فرضا 2-3 تقريبا من نص الشوط الثاني يبدأ ينسحب خارج الملعب. جمهور النصر في المباراة هذه 4-4 لفت انتباه الكل بتواجده لنهاية المباراة. كثيرون مروا من هنا، كثيرون هنا وهناك، أسماء عظام وهدافون عشقوا تحطيم الأرقام. من ينسى ماجد عبد الله، محمد السهلاوي، سامي الجابر وسالم الدوسري، ياسر القحطاني وسليمان مطر، نجيب الإمام، حسين الحبشي، الثنيان والشلهوب، حسين هادي، سعد المقبل وفهد الهريفي. ومن الأجانب أوهين كينيدي وكارلوس إدواردو غوميز وأوديون إيغالو، أسماء لا زال صداها يتردد في المدرجات، صنعت أمجاد الفريقين في أزهى السنوات. يمكن نواجه النصر وننتصر، يعني حتى كان النصر في أيامه الجميلة معنا صح من اللاعبين المعروفين البارزين حتى الآن بذكر أسماء كثير، سواء ماجد محيسن الهريفي، صالح مطلق، يوسف خميس، حسن حمران، رياض الأحمري، خالد الصبياني، فكان فريق قوي معنا صح. ولكن الهلال لو نرجع للتاريخ والبطولات كان الهلال دائما منتصر، يمكن زي ما تكلمت قبل قليل بعض المباريات اللي يكون النصر ممكن ينتصر فيها بالكرات العكسية. لا يزال الديربي على حاله وربما أكثر.
لا يزال الفريقان موطن النجوم الكبير، لكنه اتسع الآن للأساطير. الآن في النصر يتجاور عبد الرحمن غريب في الهجوم مع كريستيانو رونالدو وساديو ماني، أما الحارس فهو دافيد أوسبينا، وفي الدفاع يجاور علي لاجامي، كل من أليكس تيليس وإمريك لابورت، وفي الوسط يلعب عبد الله الخيبري وأيمن يحيى مع أوتافيو ومارسيلو بروزوفيتش. الأمر لا يختلف كثيرا في الهلال، فالحارس هو العالمي ياسين بونو، في الدفاع يلعب ياسر الشهراني وعلي البليهي بجوار كاليدو كوليبالي وحسان تنبكتي، وفي الوسط روبن نيفيز وسيرجي سافيتش ومالكوم. وينظر سالم الدوسري في الهجوم ليرى ميشيل ديلغادو وألكسندر ميتروفيتش، وحول أولئك وهؤلاء في الفريقين العديد من الأسماء ليزداد الديربي توهجا ويسطع طالما جاء. هذا يعتبر نهائي زي ما صار نهائي في البطولة العربية كأس العرب اللي حققها النصر. طبعا المشوار اللي مر فيه النصر يختلف عن المشوار اللي مر فيه الهلال. الآن أصبح بور الهلال وقوة الهلال في الفترة اللي عاشها بداية الموسم، استعداد الهلال كان استعداد قوي، كان مستقر. النصر لو لاحظ راح اليابان بعد يرجع لأبها بعد يرجع للطائف، فكان في نوع من المعسكرات المتنقلة اللي ما فيها انسجام كثير. رغم ذلك حقق البطولة العرب، وسواء حتى يمكن اللعيبه ما تمرنوا في نادي النصر او المدرب نفسه ما حضر او شاف نادي النصر، فهذا هنا صار رده الفعل. ولكن لما تشوف في الدوري الهلال قاعد يفرق بمستوياته الفنيه بالاستقرار الفني والاداري اللي موجود معه. طبعا دائما القوه هنا نقول ترجع للعيبه والمدربين. المدرب خصص قاعد يعمل بطريقه، يعني خلينا نشوف نتكلم عن المدرب خصص. الهلال كان دائما يلعب بطريقه 4-4-2، خصص ما زال عارف الهلال عنده قوه ما أغير طريقته بطريقة 3-5 أو 5-3-2 في الوسط. يعني الهلال قوي ورجع لاعب بيرضى يعني برضو يلعب طريقة دفاعية وعنده الأظهرة ما شاء الله تبارك الله رايحين جايين. والنصر برضو فيه نجوم، فيه تاليسكا اللي حيفقد المباراة هذه، فيه كريستيانو وفيه يعني ماني. أتمنى أنه دائما النجوم هذول حق النصر أنه يكون في يومهم، لما يكون في يومهم صدقني يصير مباراة لها وضع آخر. خرج من دوري من بطولة السوبر، أنا أعتقد أنه يعني خطوة كبيرة للخلف، لأنك أنت حتخسر يعني لا ليس له قيمة الإنجازات. صحيح أنه الدوري قد يكون يعني بنسبة 70-80% محسوم، ولكن الدوري الجميع يعلم أنه من فترة من أسابيع ماضية كثيرة، وكان معروف أنه الدوري تقريبا في طريقه للهلال. لكن مثل هذا الفريق لا يجب أن يخسر. أنت عندك يعني أكثر من 30 مباراة تجاوزتها بدون خسارة، وصلت لمرحلة الحصاد، يجب أن تستثمر هذا الأمر، تستثمر تواجد النجوم عندك، تستثمر الفريق الجيد اللي صنعته وبنيته وتحقق الإنجازات. بدون الإنجازات ليس هناك معنى لأي أرقام أخرى. أنا أتمنى النصر للأمانة، لكن لما تشوف الميزان وتوازن تتوقع أن الهلال ثبات التشكيل هو الأجهز، وفي نفس الوقت خبرة اللعيبة الموجودة عنده. النصر مشكلته في التغيير المستمر، عدم ثبات التشكيل، هذا ممكن يضر بالنصر. فأنا أتمنى أن النصر يكون بالنسبة لي إذا حاضر ذهنيا في المباراة وحاضر تكتيكيا وقراءة المدرب، أتمنى أنه يكون حاضر في ذي الثلاثة إن شاء الله بإذن الله. أتوقع بالمرحلة اللي أنا أشوفها بالإجهاد اللي صار لفريق الهلال في الفترة الأخيرة ممكن النصر يكسب. الأقرب الهلال بشكل عام، رغم يقيني أن النصر سيدخل مباراة كسر عظيم، يعني مباراة بالنسبة له مفترق طرق. تخسر لو خسر المباراة هيكون أمامه إلا مباراة واحدة أو بطولة واحدة وحيذهب إلى موسم صفري جديد، وبالتالي هي مباراتهم. الهلال والنصر، ما أحلى اللقاء، لقاء منتظر ليس على صعيد المملكة وحدها وإنما على الصعيد العربي، والآن هي مباراة تترقبها جماهير كثيرة حول العالم. فالنجوم العالميون في صفوف الفريقين لهم عشاقهم، هي دوما مسرح مهيأ للاكتشافات
لا يمكن التكهن بشيء فيها، لكن المؤكد إنها دوما ورغم أنها مباراة واحدة تبدو كأنها واحدة من البطولات. 90 دقيقة قد تكفي لاكتشاف النجوم وتحطيم الأرقام، 90 دقيقة من الإبداع والفن والإلهام. الهلال يعني أعلى كعبا سواء على السنة دي بالذات على الفرق كلها، ولكن برضو ترى النصر في يعني فريق عنده لعيبة، حتكون مباراة يعني صعب التوقع فيها. تعرف الديربي ما تقدر تتوقع، ولكن أنا أحس أن الأقرب الهلال بشيء الله. يحفظ التاريخ الكثير من النتائج المثيرة في الديربي السعودي الأشهر والأروع، لكن النتيجة الأكبر لصالح الهلال بخمسة أهداف مقابل هدف في دوري المحترفين موسم 2016-2017، وفي المرة الوحيدة التي تواجه خلالها بدوري أبطال آسيا كان الفوز للهلال بهدفين لهدف، كان كفيلين بعبور الهلال إلى النهائي ثم اللقب. أما أكبر فوز للنصر على الهلال فكان بثلاثية نظيفة في موسم 2020-21. يتصدر ماجد عبد الله أسطورة النصر قائمة هدافي ديربي الرياض ب 21 هدفا. أول هدف الدقيقة الثانية من الشوط الأول لجماهير النصر، فكان بهدف اللي سجلوا لهم نجم المنتخب السعودي ونجم نادي النصر ماجد أحمد عبد الله. سامي يحطها سامي، هدف المرمى. أما هداف الهلال فهو سامي الجابر، والذي هز الشباك النصراوية في 10 مناسبات. هذا ما صنعته المواجهة الأروع في الكرة السعودية، صنعت الأرقام والبطولات والأهداف. النصر والهلال طالما حضروا في الأرجاء يدوي الهتاف. في ذلك الوقت يمكن كانت الأمور اللي تتعلق بالترفيه تتعلق فقط بالرياضة، ولذلك الناس كلهم تجدهم متعلقين بكرة القدم بشكل غير معقول، صغار وكبار، والحضور للمباريات يبدأ من فترة يعني المباراة كانت الساعة 3:30، الناس كلها من قبل الساعة 11-12 موجودة عند الملعب. وأذكر أنه إحنا كنا نحط السجادات في المدرج ونجلس في الظل إلى أن تقرب المباراة. مختلفة أجواء الديربي هذه المرة يأتي، والكرة السعودية تعيش عهدا جديدا وتستشرف فجرا رائعا يأتي، والملاعب السعودية تزخر بالنجوم من كل الجنسيات. يا سلام يا نيمار، يا سلام. يأتي والمملكة قد فازت بتنظيم كأس العالم عام 2034، رؤية الأمير محمد بن سلمان تنشر شعاعها في كل الدروب لتجني الكرة السعودية مكاسب بلا حدود تجعل الحقبة الحالية هي الأروع بين كل العهود. هي تتويج لهذه الجهود الحقيقة اللي تبذلها قيادة المملكة العربية السعودية، وإحنا محسودين بهذه القيادة. أيضا المملكة العربية السعودية على مستوى المساحة، على مستوى الاقتصاد، على مستوى العدد السكاني الكبير، تستحق استضافة مثل هذه البطولات لأنها راح تساهم في نجاحها. وبالتالي أنا الحقيقة كسعودي أفتخر بما حدث، وإن شاء الله أحداث عالمية أخرى قادمة بإذن الله. إن شاء الله نكون إذا كنا ملحيين نلحق البطولة هذه به بعد ممكن عقد من الزمن بعد 10 سنوات من الآن، والسعودية قادرة إن شاء الله بإنشاء إن شاء الله البنية التحتية من ناحية الملاعب الفخمة اللي نحتاجها بإذن الله. السعودية إحنا شايفين الشعب السعودي محب لكرة القدم، فأعتقد أنها بتكون إن شاء الله من أفضل بطولات كأس العالم في السعودية. أي استضافة للمملكة العربية السعودية، إحنا ما نضيف كرة قدم بس، عم نضيف جميع الألعاب، جميع الألعاب في العالم صارت عندنا في السعودية. والله يوفق مملكتنا ويوفق رياضتنا من أحسن إلى أحسن إن شاء الله، والقادم إن شاء الله خير بإذن الله.
أسماء عديدة جاءت إلى السعودية في النصر والهلال. هناك كريستيانو رونالدو، ماني، نيمار، بونو وكوليبالي وغيرهم الكثير من الأسماء. مشروع طموح يتطلع إلى أن تصبح المملكة مركزا عالميا لكرة القدم، واقع جديد له انعكاساته على الكرة السعودية، يجعل الديربي برائحة ونكهة عالمية. حظ الأندية الكبيرة، هلال، النصر، اتحاد الأهلي، شفنا لعيبة عالميين ما تتخيل انك يعني تشوفهم مع الطبيعة، الآن تشوفهم في ناديك وتشوفهم منافس لناديك، تقدر تحضر، تقدر احيانا تجيك فرصة انك تصور معهم. شيء يعتبر في الخيال صار في الواقع. تجي على مستوى الأجانب وعلى مستوى النجوم وعلى مستوى المباريات، نعم من أفضل الدوريات على مستوى العالم، على الأقل أفضل 10 دوريات في العالم. في إضافة كبيرة، يعني إحنا لو نأخذ مثال كمتابع لكريستيانو، يعني عمل نقلة كبيرة سواء للكرة السعودية أو سواء للعيبة النصر أو جمهور النصر، بالفكر الموجود، بالانضباطية الموجودة، بالرتم العالي اللي موجود، بالمحافظة المستمرة دائما سواء بعد مباراة أو قبل مباراة. فهذا يعني مثال الواحد يحتذي فيه، أنه لاعب في العمر هذا وفي السن هذا قاعد يعطي وقاعد ينقل نقلة يعني واضحة للعيبة، أنه ما زلت أنا في عمري هذا حقق إنجازات كثيرة، ما قال وقف عند الرتم هذا، لا، ما زال أنه قاعد يعطي ويستمر حتى في إنجازاته. السعودية يعني من هذه السنة أو العام الماضي في نقلة كبيرة جدا في حضور لعيبة أجانب على مستويات عالية جدا، أصبح الدوري السعودي متابع من جميع أنحاء العالم، وجود لاعبين عالميين، يعني عندك ريمار، عندك كريستيانو، عندك بنزيما، عندك بن محرز، يعني عندك لاعبين ومتابع. صراحة الدوري السعودي السنة هذه حتى ترى من هو بداية من العام الماضي يعني بدأ، ولكن السنة دي وصلنا إلى العالم كلها تتكلم عن الدوري السعودي، بسبب طبعا وجود اللاعبين الأجانب وأسماء يعني كبيرة، كريستيانو، نيمار، بنزيما، فيرمينو، مجموعة لعيبة، وإن شاء الله أنا أتوقع بمشيئة الله الموسم القادم حيكون بعد أفضل من الموسم هذا، لأنه حيزيدون اللاعبين الأجانب. ولا تنسى يعني أنه أكيد بعض الفرق حتجيب لاعبين مشهورين، وكمان القرار اللي اتخذته وزارة الرياضة بوجود لاعبين اثنين اللي تختارهم لازم يكون تحت 23 سنة، فهذا شيء أكيد حيطور الكرة القدم إن شاء الله عندنا في السعودية. وسط هذه التحولات الكبرى في مسيرة الكرة السعودية، وسط هذه الضجة والأسماء والتطلعات، يقام الديربي الأقوى لأول مرة في الإمارات، إبداع يضيف إلى الإبداع. دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وقعت عقد رعاية لتكون شريكا رسميا لاستضافة السوبر السعودي هذا العام. سيكون استاد محمد بن زايد مسرحا لثلاثية الإبداع والمتعة والأحلام. السوبر السعودي وديربي النصر والهلال في الإمارات، هنا تولد الأحداث من جديد، هنا موطن البطولات. طبعا شوف انها مناسبة، يعني اول شيء طبعا الامارات يعني بلد غالي جدا علينا في السعودية واحبائنا واخواننا، وما نحس انه بلدنا، واقامته في ابو ظبي، وانا طبعا لي ذكريات في ابو ظبي لما جاء موضوع الكوفيد، قضيت فترة جزء كبيرة من فترة الحجر في ابو ظبي، وكنت امشي كل يوم، ويعني وعندي ذكريات جميلة في الأمارات. فأنا أعتقد أنها مناسبة ممتازة، وفي العيد يعني جزء كبير من السعوديين بعيد هناك، فأنا أعتقد أنها مناسبة كبيرة، والفرق اللي مشاركة تقريبا يعني فرق كبيرة بالمرة، وإن شاء الله أن يعني الفوز يكون من نصيب الهلال، وخاصة أن الهلال أعتقد أنه بعدها بسبع أيام أو ست أيام برضو بيلعب مباراة ثانية في العين، فيعني حيكون اللي بروح يعيد هناك ويشوف المباراتين يعني إن شاء الله حيكون حيقضي وقت ممتع وجميل إن شاء الله. تقارب هذا مستمر دائما بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال أننا نتعاون دائما بالتداول المباريات سواء عندنا أو عندهم، وكذلك بنواحي أخرى إن شاء الله قادمة تفيدنا وتفيدهم إن شاء الله.